أن الحكومة العراقية تشتري القمح من الفلاح العراقي بالطن تقريبا 650 دولار إذا نحسبها بالدولار، مع العلم أنه هو موجود بالأسعار العالمية ممكن ب 300 دولار، أنه الدولة أنه قاعد تخسر بشراء الحنطة من الفلاح العراقي. نعم، أنا اليوم من أرد أشتري وأوفر، أنا أولا مأمن الأمن الاجتماعي، شقد فرص العمل اللي وفر هذا القطاع؟ المفروض هؤلاء الأشخاص اللي يتحدثون بمنطق الأموال فقط، ليش ما الحكومة العراقية الآن شقد عندها بالرعاية الاجتماعية مسجلة؟ عدد كبير جدا، أعداد كبيرة، نعم. مليونية اليوم تأخذ رعاية اجتماعية، زين أبو الرعاية الاجتماعية تنفق عليه الحكومة فقط من أجل أن يأخذ نصيبه بالعيش، وهذا حقه مواطن، له حق على الدولة توفر له، لأن ما وفرت له فرصة عمل توفر له، خو من باب أولى أوفر له فرصة عمل بالزراعة ويكون منتج وأني أنطي دعم. وبالتالي امتصينا أيادي عاملة مليونية، هذا القطاع الآن يتجاوز 40% من العاملين. يعني مع الوزير من خلال كلامك أنتم مستمرين بشراء الحنطة وبهذه الأسعار؟ ممكن ترتفع الأسعار؟ لا، ما ممكن ترتفع، لأن هذا السعر هو سعر مزج جدا، ومشكلة لجنة في شهر تموز إن شاء الله راح تقدم الأسعار الجديدة للموسم القادم. جديدة أكو تغيير ممكن؟ إحنا اليوم نريد نفرق بين الفلاح، وهذا قرار لمجلس الوزراء حصل بجلساته الماضية، أنه نريد الفلاح اللي يزرع بتقنية الري، اللي واحدة من أكبر تحدياتنا في هذه الحكومة وفي طيلة الحكومات الماضية هو تحدي المياه. هذا التحدي، أنا اليوم مزارع عندي يزرع بالزراعة التقليدية، وعندي مزارع يشتري منظومة رش ب40 وب50 مليون دينار، المفروض أبين مقدار الفرق بيناتهم. لذلك طلب مجلس الوزراء في أحد جلساته الماضية أن وزارة الزراعة تعد بالتعاون مع وزارة التجارة وهيئة المستشارين تعد تسعيرة تمثل القيمة الحقيقية أولا للكلف بالإضافة إلى الأرباح، وأن يكون هناك فارق ومائز بين من خلال كلامك ممكن الفلاح الذي يستخدم التقنيات الري الحديث يكون أعلى سعر، تشتروه بسعر أعلى. نعم، كحكومة عراقية سعر أعلى، وهذا راح يتحدد إن شاء الله خلال شهر تموز، خلال الأيام القليلة. نعم.